السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة. نبدأ معاكم إن شاء الله حلقة جديدة، حل مسائل الكيمياء بإذن الله اللي متكررة كتير في البوكلت، وماشيين بترتيب معين. يعني البوكلت الوقت اللي هنحله مسائل دور أول 2018، يبقى مسائل دور أول 2018. يبقى احنا كده حلينا بوكلت دور اول ودور تاني 19، وبوكلت دور اول 2018 مسائل ومعادلات. خلاص احنا قلنا ماشيين بطريقة معينة كده، تركيز حاجات معينة مطلوب. نيجي على طول عشان الوقت، المسألة رقم 12، مسألة رقم 12 في كتاب الامتحان 73، صفحة 73، صفحة 73. نبدأ يلا مع بعض. المسألة ديت مكررة في الاتنين بوكلت اللي فاتهم، وده بتقل عليها وبركز عليها، يعني الشاطر هيعرف الامتحان هيجي منين، لان خلاص الامور بدأت توضح شوية. نبدأ نقرأ المسألة. عطيني معادلة في التفاعل المتزن، معلش تفاعلات الانعكاسية هيت، احسب قيمة كي بي. كي بي قلنا نواتج على متفاعلات، والرقم اللي هنا بترفع للأس، وعطينا أرقام مباشرة. نبدأ بقى على طول كده يلا عشان الوقت. هقول له كي بي، طالب مني احسب قيمة كي بي للتفاعل بمعلومية الضغوط الجزئية اللي أعطاها لي. يبقى أنا هقول كي بي هتساوي بي ان او 2 مرفوع للأس لأنه قدامه 2، خلاص دي النواتج. طيب تعالوا بقى المتفاعلات، النيتروجين، النيتروجين بي نيتروجين، مفيش رفع أس هنا لأن مفيش قدامها حاجة، خلاص أنا عندي البي الأو 2 أس 2 لأن مرفوع رقم أو معامل إيه أو المولات اللي قدام إيه، الأكسجين. نبدأ نعوض تعويض مباشر بالأرقام اللي عطاها لي، هتبقى 4 تربيع على 0.4 ها مضروبة في 2 تربيع. آلة حاسبة نطلع الناتج بيطلع لي كام؟ 10. خلاص كده المسألة تمام. يبقى دي مسألة رقم 12، والتكرار بيعلم العلماء، بيعلم الشطار، الناس الشطرة اللي زيكم إن شاء الله. يبقى دي كان رقم 12. نيجي رقم 17. رقم 17، رقم 17 حطها على الكاميرا يلا نبدأ. رقم 17 بيقول لي احسب نسبة كربونات الكالسيوم في خليط من كربونات الكالسيوم وكبريتات الصوديوم كتلته 1.5 جرام يلزم لمعايرته 15 ملي من حمض الهيدروكلوريك 0.8. خلاص بالراحة كده خالص، ونبدأ المسألة ديت واحدة واحدة، وزي ما بنتفق بنحل ازاي. اولا مسألة زاد هيت، بيقول لي كربونات الكالسيوم وعملنا له اتحاد مع حمض الهيدروكلوريك، فاكرين انا قلت ايه هنا؟ نقول تاني وتالت ورابع. يبقى ده رقم 17. رقم 17 اول حاجة اعملها يكون الاتي، بستخدم المعادلة. فين المعادلة؟ ولازم المعادلة عشان القانون اللي احنا نستخدمه، يبقى لازم في استخدام حاجات معينة نشوف هنعمل فيها ايه. خلاص يبقى انا عندي هنا هوت CaCO3 زائد 2 HCl. خلاص طبعا معادلة عادية خالص، CaCl2 زائد حمض الكربون. برضو قلنا اللي يهمنا هنا المعامل اللي قدام الهيدروجين او ال HCl. خلاص يعني هنعمل نفس الكلام ونفس القوانين. خلاص يبقى انا هنا في الحالة دهيت هبدأ اجيب، عندي عدد المولات، عدد المولات، عدد المولات القانون بتاعها الحجم باللتر في التركيز، وده كنا بنجيبه من اولى ثانوي، التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. خلاص يبقى نجيب كتله 1 مول من كربونات الكالسيوم،
نجيبها منين؟ مش عطاها لي صريحه، عطاها لي ارقام. ركزوا كده، ما في اختلاف بسيط بقى في الشغل هنا. المرات كتله واحد من مول من ايه؟ كربونات الكالس. يعني هنقول ايه يا استاذ؟ 3 في 16 زائد 12 زائد الكالسيوم بكام؟ 40. نجمع كده هتطلع لي ايه؟ 100 جرام. هي دي مين؟ كتله واحد مول من كربونات ايه؟ الكالسيوم. خلاص. اذا عدد المولات عدد المولات لل HCl بيساوي الرقم اللي هو عطوه لي ده، ال 15 هنقسمها على 1000. خلاص، يبقى ال 15 هتتقسم على 1000 هتبقى ايه؟ 0 بوينت. خلاص، 0 بوينت 0.0. يبقى احنا هنا هنقول عدد مولات ال HCl بيساوي ال 15 هنقسمها، ال 15 هنقسمها على ايه؟ على ال 1000 في التركيز، لان احنا قلنا القانون ايه؟ عدد المولات الحجم باللتر في التركيز، التركيز 0.8. يبقى الناتج هيطلع لي الرقم ده بالآلة الحاسبة 0.0112 مول. طبعا مول المفروض تتكتب ورا ديت، بس المهم الرقم اللي طلع لي هذا الرقم ده عدد مولات مين؟ ال HCl. خلاص. طيب بالنسبة لكتلة واحد مول جبناها 100 بالنسبة للكالسيوم اللي هي كربونات الكالسيوم، هنقول بقى اذا عدد مولات كربونات الكالسيوم هتساوي، انا عندي ال HCl، ال HCl في المعادله ها قدام المعامل كام؟ 2. يبقى اقسم ايه؟ على 2. يبقى الرقم اللي طالع لي ده 0.0112 على 2 هتساوي 0.006. يبقى ده عدد مولات مين؟ كربونات ايه؟ الكالسيوم. خلاص. اذا كتله كربونات الكالسيوم، كتله نفسها بتديني عدد المولات 0.006. خلاص، مضروبه في ايه؟ في 100. ال 100 اللي هي عندي ايه؟ الكتله الجراميه نفسها. خلاص. يبقى انا عدد المولات لما اضربها في الكتله جاي منين الكلام ده؟ لان انا عندي اصلا عدد المولات اللي هي 0.006 بتساوي كتله جراميه، كتله جراميه على ايه؟ كتله واحد مول. اضرب ضرب تبادلي كده. اذا في الحاله ديت لما اضرب 0.006 اضربها في 100 اللي هي كتله جراميه اللي عندي هتديني ايه؟ عدد المولات على طول. خلاص. يبقى في الحاله ديت كتله كربونات الكالسيوم هتساوي الناتج الضرب ده هيطلع لي 0.6 جرام. نبدأ نجيب النسبة بقى. المسألة دي فيها تحويرة صغيرة، النسبة المئوية خلاص بتاع كربونات الكالسيوم. اتفقنا ان كتلة كربونات على كتلة ايه؟ العينة اللي عطاها لي، وعطينا العينة كام في المسألة؟ عطيني 1.5. يبقى كتلة العينة اللي تحت 0.5. خلاص. وهنا الكتلة اللي احنا طلعناها بتاع كربونات الايه؟ الكالسيوم. خلاص. ضرب بسط مقام في 10 يعني 6 على ايه؟ 15 يعني حوالي ايه؟ 40% بالآلة الايه؟ الحاسبة. مسألة فيها لفة صغيرة ما استخدمناش فيها الحجوم، خلاص، اللي هو الحجم مضروب في ايه؟ في التركيز، زي المسألة اللي جات لنا قبل كده بتاع نسبة 100% بتاع هيدروكسيد الصوديوم او الصودا الكاوية، ولكن ديت فيها تحويرة صغيرة فالفكرة بتاعتها ايه؟ كويس. نيجي بعد كده رقم 26 برضو حساب ايه؟ كمية الكهرباء، بس ما طلبش مني كمية كهرباء المرة دي، امال طلب مني ايه؟ نبص كده في المسألة وبالراحة. المسألة طالب مني حاجة تانية خالص، طالب مني الكتلة الذرية الجرامية للفلز.
يعني ايه؟ يعني اساسا اعطيني تيار كهربي، شده تيار كهربي وزمن، اجيب من الاثنين دول ايه كميه الكهربي. يبقى انا جبت كميه الكهربيه. اجيب الكلام ده ازاي تاني؟ نفكر نفسنا تاني، رقم 26 اعطيني معلومات استفيد منها واجيب كميه الكهربي. يبقى اول خطوه اجيبها اقول كميه الايه الكهرباء او كميه الكهربي هتساوي شده التيار في الزمن بالثواني. ولو نسيت كلمه الثواني ديت مسالتي راحت. ليه؟ ان اعطيني بالدقائق منت. يبقى له شده التيار كام؟ 15 مضروبه في 50 مضروبه في كام؟ في 60 عشان احولها لثواني. هتساوي نضرب بالاله الحاسبه 45000. 45 ايه 1000 خلاص. طب اللي طلع لي ايه؟ كميه كهربي. كميه كهربية بالايه؟ كولوم، حرف سي كابيتال كده، كولوم او كولوم. تمام، يبقى احنا جبنا كميه الكهربي. طيب انتوا فاكرين قانون اللي عملناه في المسائل التانية؟ نفكر بعض كده تاني. كمية الكهرباء، ركزوا كده معايا، بتساوي كتلة مترسبة، كتلة مترسبة في الرقم 96، 96500 على مين يا جماعة؟ على الكتلة المكافئة. على الكتلة ايه؟ المكافئة. طب الكتلة المكافئة ديت اللي احنا عاوزينها عشان نجيبها منها الكتلة الذرية. خلاص؟ يعني كتلة مكافئة دي اللي احنا عاوزينها. طب ما تيجي نستبدل كده، لو سمحت يا كمية كهربية انزلي تحت، كتلة مكافئة فوق. تمام، يبقى الكتلة المكافئة، الكتلة المكافئة هنزل بس ايه؟ كمية الكهربية تحت. خلاص؟ يبقى هنا كمية ايه؟ الكهرباء. ها؟ وهنا كتلة مترسبة. وعطهالي مضروبة في ايه؟ 96500. نبدأ يلا الشغل كده. ها؟ كتلة مترسبة عطهالي كام؟ 9.35%. 9.35% مضروبة في الرقم 96500 على كمية الكهربية. احنا عايزين نجيب الايه؟ الكتلة المكافئة. طب ما احنا طلعنا كمية الكهربية فوق اهي 45000. 45000. 45000. خلاص. طيب نجيبها بالآلة الحاسبة هتطلع لي كام؟ 20 جرام. 20 ايه؟ جرام. دي اسمها الكتلة ايه؟ المكافئة. طب هو مش عايز الكتلة المكافئة، هو عايز الكتلة الذرية. هضربها في 2 يبقى الكتلة الذرية بتساوي الكتلة المكافئة اللي انا طلعتها، كتلة المكافئة هضربها في 2. ليه؟ بصوا كده معايا، محلول في لز ثنائي التكافؤ. طب لو كان 3 هضرب في 3، لو 1 هضرب ايه؟ في 1. خلاص. يبقى في الحالة ديت الكتلة الذرية بتساوي الكتلة المكافئة في التكافؤ نفسه، في تكافؤ الفلز. هو قال لي ثنائي، خلاص كتر خيره. يبقى 20 هتتضرب في مين؟ في الاتنين. يبقى بتساوي كام؟ 40 جرام. بعد كده نيجي للمسألة اللي بعد ديت، بنقول رقم 35. رقم 35 أظن مسائل متكررة، وده الكلام اللي أنا قلته. فاكرين المسألة اللي فاتت؟ المرة دي جاب لي إيه؟ كربونات إيه؟ الصوديوم. ماشي، نفس الكلام، وعدد مولات ماء التبلور، وسخنت بشدة كانت 1.43 أصبحت إيه؟ 0.53 من 100. معلش، هي نفس الأفكار، ولذلك هنسطر لها نفس التسطيرة بالظبط. يعني إيه؟ نشتغل إزاي؟ نشوف. رقم 35، مسألة رقم 35. بصوا، نفس الكلام اللي قلناه في البوكلت اللي فات بالظبط، بس هنغير حاجات. يعني إيه هنغير حاجات؟ هو الجدول أهو، ديت الخانة بتاعت الكلام اللي هنكتبه هنا، وهنا ماء التبلور. ماء التبلور فاكرين؟ مية H2O، و18 برضو هي 18. يعني ايه 18؟ ما هي دي كتلة مولية. 18 ايه؟ جرام.
طيب المادة الغير متهدرتة، وكنا كتبناها برضو كده، المادة الغير متهدرتة، يبقى كأن ايه بنحل نفس المسألة. المادة غير متهدرتة المرة دي كربونات مين؟ الصوديوم. كربونات الصوديوم يعني ايه؟ هنجيب الكتلة المولية ازاي؟ معلش بصوا كده، 2 الصوديوم كام؟ صوديوم 23 ايه في القوس، زائد الكربون 12 زائد 3 في 16، على حسبة نطلع الناتج. طيب الناتج هنا هيطلع لي كام؟ المادة الغير متهدرتة لو انا جمعت بالآلة الحاسبة هتطلع لي 108 ايه جرام. برضو نفس الطريقة اللي هنمشي عليها عشان نعود نفسنا عليها تبقى سهلة، لان زي ما قلنا نتوقع 99% مسألة زي دي ان شاء الله في الامتحان. يبقى انا جبت اول حاجة ايه؟ كتلة مولية لو فاكرين، خلاص. بعد كده الكتلة في العينة، الكتلة في العينة يعني ايه؟ طبعا ديت ايه الكتلة في العينة، الكتلة المولية طلعناها كام؟ 108، خلاص. وقلنا ايه؟ جرام على كل ايه مول، هنا جرام على كل ايه مول عشان نفرق بينها وبين الكتلة اللي هنطلعها دلوقتي. يبقى الكتلة في العينة خلاص بالنسبة لماء التبلور، شوف هنجيبها ازاي، كانت كذا واصبحت كذا، ها يبقى الفرق بينهم هو كتلة ايه المية. يبقى انا هقول هنا 1.43 ناقص 0.53، ها هتساوي كام؟ بالآلة الحاسبة هتطلع لي 9 من 10. 9 من 10 ايه؟ 9 من 10، نعمل نظبط التسعة بقى كده عشان ما نلخبطش الدنيا. 9 من 10 ايه؟ جرام، الجرام اللي بنعمل له الايه؟ الحودة دي، خلاص. يبقى ديت ايه؟ ماء التبلور. طب هنا اصبحت كام؟ ركزوا كده، ها وثبتت، حتى ثبتت، فاكرين الكلمة دي في المسألة التانية؟ هي نفس الكلام ونفس الافكار. يبقى هنا الكتلة ايه في العينة؟ 53% ايه؟ جرام، اهي المقدار. طيب نبدأ نعمل ايه بقى؟ عدد المولات. عدد المولات، طب عدد مولات يعني ايه؟ الكتلة في العينة على كتلة مولية، اكتبها لكم، كتلة العينة على ايه؟ كتلة مولية، كتلة مولية. طب بالراحة كده، ها يعني بنقسم رقم 2 على 1، بنقسم رقم 2 والناحية التانية برضو نفس الكلام. يعني هقسم ايه الوقت على ايه؟ هقسم 9 من 10 على كام؟ 18. 9 من 10 على 18، خلاص. يبقى في الحالة ديت بالآلة الحاسبة تطلع لي 0.05. طيب الناحية التانية هنعمل ايه؟ قلنا هنقسم رقم 2 على رقم 1، يعني هنقسم ايه على ايه؟ هنقسم 0.53 على 108، على 108 هتطلع لي هذا الرقم 0.005. نركز بقى كده على الرقم ده والرقم ده، خلاص، أيهما أقل عشان نجيب النسبة بينهم، نسبة المولات. النسبة المولات، النسبة كام لكام؟ بنقسم على أقل عدد، يعني هقسم على إيه؟ 0.005. طيب هنا برضو 0.005، البسط لسه ما كتبتوش، لأن لازم أنقله بالظبط أهو، هنا 0.005. طيب دي معادي فيها الواحد، يبقى دي خلصانة. طيب نبص هنا بقى كده، لما نقسم ده على ديت هتطلع لكام؟ 10، خلاص. يبقى هنا 10 ايه مول، يبقى ايه هنا 1 مول الى ايه 10 مول، يعني هنقول عدد المولات اللي هو طالبها، عدد المولات بيساوي 10 مول. يعني ايه برضو؟ يعني الاكس طلعت عندي كام؟ 10 مول. مسألة شبه مكررة، بس غيرنا الكتلة المولية، غيرنا الرمز، خلاص. الصف بتاع المية ده ثابت بالمناسبة، يعني ايه ثابت؟ يعني الكتلة المولية بتاعته 18، خلاص، لان اكس قدام المية، خلاص. يبقى دي مسألة ايه؟ شبه مكررة. نيجي برضو للمسألة اللي شبه مكررة برضو، رقم 40. مسألة رقم 40، جهد التأكسد، جهد التأكسد،
نشوف المسألة بتقول ايه. وقلنا القنطرة او الخلية نفكر فيها كده بالراحة مع بعض لانها مسألة تكاد تكون شبه مكررة. بيقول لي احسب جهد اكسدة النحاس. انا عندي هنا قبل القنطرة هيدروجين وبعدها ايه النحاس، ده الرمز الاصطلاحي بتاع الخلية. معروف ان قطب الهيدروجين القياسي جهد الاكسدة بتاعته صفر، لان بنعمله ايه قياسي، نركز قوي في الكلمة دي. يبقى انا عندي هنا صفر في الحل. نبدأ ازاي بقى بالراحة كده مع بعض. مسألة رقم 40، رقم 40 خلية جلفانية جهدها 34% مكونة من قطب نحاس قياسي مع قطب هيدروجين ايه قياسي. خلاص فكرة المسألة كالآتي، عندي جهد الخلية، جهد الخلية لازم اكتب القانون عشان اعرف احل، بيساوي جهد أكسدة الهيدروجين ناقص جهد أكسدة النحاس. طالما في أكسدة في الاتنين يبقى بنعمل ايه الفرق بينهم. طب في أكسدة وفي اختزال بنجمع. خلاص خلينا في الأولانية عشان ما نلخبطش نفسنا. نبدأ نقول له جهد أكسدة النحاس هتساوي جهد أكسدة الهيدروجين اتفقنا اللي هو ايه صفر، خلاص ناقص 0.34. خلاص يبقى تساوي كام؟ سالب 0.34 من 100 فولت. مسألة بنقول تكاد شبه مكررة، يعني موجود فعلا أفكار مسائل في الامتحانات عشان برضو ما نلفش كتير في الحاجات دي. نيجي لآخر واحدة صفحة أو رقم 45. طبعا طالب مني حاصل الإجابة، خلاص عايز القيمة بتاع حاصل الإجابة، وطبعا برضو مسائل شبه مكررة بقولها تاني وتالت ورابع. يعني احنا بنحل مسألة بنثبت معلوماتنا فيها ازاي بنحلها ونبدأ بقى نجرب نفسنا. خلاص انا عندي حاصل إجابة كي اس بي يبقى ده رقم 45، عندي كي اس بي هتساوي النواتج عندي مضروبين في بعض. يعني ايه النواتج مضروبين في بعض؟ انا عندي فوسفات الباريوم مكون من ايه؟ يعني يستحسن نعمل معادلة. يعني فوسفات الباريوم اما نجزأه هنجزأه ازاي؟ التلاتة قدام الباريوم ها، والفوسفات قدامها اتنين. يعني ايه يا استاذ؟ طب ما تيجي نفكك كده المركب ده الاول بايه؟ لازم تفكيكه طبعا اهو. يبقى الوقت هنا اهو، احسب قيمة كي اس بي اللي هو حاصل إذابة لملح فوسفات ايه؟ الباري. فوسفات الباريوم هذا المركب قدامي اهو، مجموعة فوسفات كل تو ها، نفصصها كده او نفسرها الاول، تلاتة قدام الباريوم يبقى تلاتة، وهنا قدام مجموعة الفوسفات كام؟ اتنين. ده هتفيدنا يا جماعة في حل المسألة طبعا، ده أساس، ده الكلام ده مهم جدا 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 في القص وفي الضرب. طب نبدأ القانون بتاعنا يلا، كي اس بي هيساوي ها، شوف انا هعمل ايه، الباريوم تلاتة تلاتة ها، الباريوم عندي هنا الباريوم أس طبعا الموجب بتاعه موجب اتنين وأس ايه تلاتة ها، مضروبة في ايه؟ مجموعة الفوسفات هنا، الفوسفات معروفة اللي هي ايه؟ ثلاثية. اوعوا التكافؤات دي تتنسى، بس أس ايه بقى؟ أس اتنين. التكافؤ ده ملوش علاقة بالرقم اللي ايه؟ اللي هو الأس اللي عندنا ده، وذلك الباريوم ثنائي، مع ان ذلك الأس بتاعه ايه؟ تلاتة، المعامل اللي قدام الباريوم والمعامل قدام ايه؟ الفوسفات. ولذلك المسألة دي لو ما فككتهاش كده الجزئين دول مش هعرف احلها. نبدأ يلا ها نشوف الأرقام اللي وعطها لك. عطيني علما بقى لنا درجة إجابته 1 في 10 أس ايه سالب 3. التركيز هنا مهم بقى، شوف انا هعمل القوس ده اهو والقوس ده اهو، خلاص المسألة تعتبر اتحلت بالراحة.
هنعمل ايه؟ هنقول 3 في 10، هي كانت 1 بالمناسبة وعطالي 1، يبقى الواحد في 3 بكام؟ ب3. ها 3 في 10 أس سالب 3، اقفل القوس. أس كام؟ أس 3. إيه حكاية 3 في 10 أس سالب 3؟ ده اللي عطاها لي، يبقى ده المعامل أهو والأس أهو، ده اللي بركز عليه. المعامل أهو، ها حاطينه هنا وحاطينه فين؟ في الأس. خلاص؟ طبعا ديت برضو نشتغل في دي بالراحة خالص كده. 2 في 1 ب2 في 10 أس سالب 3. ها أس كام؟ 2. يبقى الأس بره. أس كام؟ 2. طيب هتساوي الناتج بالآلة الحاسبة 0.8 مضروبة في 10 أس سالب كام؟ 13. هل في وحدة قياس هنا؟ لا طبعا. اوعوا نقع في حاجة زي دي، يبقى يقول مش فاهمين كيمياء، يقوم ناقصينكم ايه؟ درجات. المسألة أقولها تاني، حاصل الإجابة، معلش المركب اللي عطوهولي لازم أعرف مكوناته. يعني ايه مكوناته؟ 3 باريوم، يبقى 3 باريوم لوحدها بره، 2 مجموعة فوسفات اللي بين قوسين. خلاص؟ ولذلك بنقول نراجع على الحلقات التأسيسية الصيغة الكيميائية، ما هي دي معتمدة على الصيغة الكيميائية بتاع مين؟ فوسفات الباريوم. فوسفات الباريوم كان في أولى ثانوي يقول لك اكتب الصيغة الكيميائية بتاع مين؟ فوسفات الباريوم. بكتب بالعربي فوسفات باريوم، يعني هنفكركم كده بسرعة عشان ما نقولش لها لازمة ولا ملهاش. فوسفات الباريوم اهو بالعربي، باريوم بي ايه؟ فوسفات بي او 4. ها الباريوم ثنائي، الفوسفات ثلاثية. شوفوا الثلاثة تحت مين؟ الباريوم، والاثنين تحت مين؟ الفوسفات. يبقى انا عندي بي ايه 3، ها ودي بين قوسين عشان مجموعة ذرية. اساسيات الكيمياء يا جماعة لازم نراجع عليه. يبقى دي اسمها فوسفات ايه؟ الباريوم. هنا في المسألة لازم افككها؟ اه لازم افككها لاصلها. يبقى الباريوم معاه 3 ومجموعة الفوسفات معاها ايه؟ 2. يبقى دي كان اخر حاجة النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونعرف زمايلنا ونشارك في المجموعات ونضغط على الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. وإلى اللقاء، مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.